يوسف، كلمني بقى أكتر عن الانتخابات الإلكترونية. يمكن دي أول مرة تحصل فكرة انتخابات عن بعد بسبب فيروس كورونا. عملتوا إيه واستعدتوا لها إزاي؟ يمكن هو زي ما حضرتك قلتي كانت بسبب كورونا خدنا التجربة إن هي تكون انتخابات إلكترونية. الوزارة طرحت الأمر، وطبعا دوت كان بالنسبة لنا إحنا كشباب تجربة جديدة جدا، وتجربة يعني إحنا حابينها، وخصوصا إن إحنا كلنا دلوقتي حاليا بنعيش في عصر التطور الرقمي للدولة بقيادة السيد الرئيس. فالوزارة خدت الخطوة ديت، وإحنا كشباب تجاوبنا وتفاعلنا معها، وابتدينا نشتغل على نفسنا الكترونيا، سواء من خلال في البدايه مرحله الدعايه والتزامنا بالجدول المعلن. عملتوا ازاي دعايه اونلاين يعني؟ الدعايه كانت متقسمه لكذا حاجه، من عملنا بيدجات على الفيسبوك، يمكن انا كنت في قائمه العاصمه الاداريه على مستوى محافظه القاهره، عملنا صفحه للقائمه، عملنا فيديوهات، عملنا اعلانات، عملنا بوستات، فالحمد لله حققنا انتشار كويس يعني على مستوى المحافظه بتاعتنا. طيب بما ان احنا بنتكلم على الانتخابات، فاكيد في تفاصيل كتيره جدا ليها علاقه بالانتخابات، زي مثلا اختيار الرموز الانتخابيه، الدوائر، قايمه ولا فردي، كل الحاجات دي ليها علاقه بالانتخابات، واكيد انتوا عملتوها من خلال برلمان الشباب. اخترتوا ازاي الرموز الانتخابيه؟ تمام. هو فكره التحول الرقمي والموضوع الانتخابات الالكترونيه دي كانت فكره جديده وكانت فكره مختلفه، فحبينا ان احنا يعني مش عايزين الحاجه اللي هي التقليديه، الشاكوش والكنكه ورمز القلم ورمز الورقه والكلام التقليديه القديمه شويه، فحبينا يعني نقترح ان حاجه ليه من يعني ما نعملش تعزيز للهويه الوطنيه والوطنيه الحاجه المصريه، وكمان الشباب تيجي تعرف المشاريع القوميه، فحبينا ان احنا نبقى في الرموز بتاعتنا رموز مختلفه شويه ورموز جديده، دي ما تبقاش العاصمه الاداريه، دي ما تبقاش برخه غليون، الكاتب المصري القديم، نعتز برده بالهويه التاريخ بتاعنا المصريه القديمه، فليه ما نجيبش الحاجات المشروعات القوميه، وبناء عليه كل واحد فينا بياخد الرمز الانتخابي بتاعه. يعني انا كنت قائمه العاصمه الاداريه من ضمن المشروعات القوميه الجديده. انتوا مع بعض كنتوا في نفس القائمه تقريبا؟ انا محافظه الجيزه ومحافظه القاهره. اوكي. طب وكان ليكم برنامج انتخابي؟ كل واحد بيدخل برنامج انتخابي بتاعه. ايه بقى؟ انتي كان ايه؟ تمام. هو احنا اصلا في شغل اوريدي بنكون اشتغلناه على ارض الواقع، وفي بعد كده يعني ان شاء الله على مستوى الجمهوريه كل واحد بيبقى ليه البرنامج الانتخابي بتاعه بيعرضه ان شاء الله على مستوى يعني. ما تقدريش تقولي دلوقتي صح؟ اكيد. لا ان شاء الله في الفتره الجايه باذن الله هنكون معاكم هنعرضه باذن الله. طب.